السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. واليوم عندنا هذا الماشين لافا او 43، واليوم غادي نحكي لكم على لاتونسيون كي تكون كما بعد كما هكذا تكون تنقلع لكم فوالا، وما تبغيش تحكم البلاص تاعها وتقعد في هذه الطريقه، سواء هادو برودي افريكان ولا سواء البوان دروا اندستري. دونك هنا غادي نفهمكم كيفاش تنجموا تثبتوا هاد لاتونسيون في داخل هاد لا ماشين. تبعوني باش تعرفوا كيفاش تنجموا تريقلوا هاد المشكل. اولا عندنا واحد الفيس هنايا، وكاين اللي يكون عندها هنا في هاد البلاصه. الا عليكم تحلوا الفيس، الا كان هنا غادي تحلوه، والا كان هنا كما هكذا تحلوا هاد الفيس بهاد الطريقه فوالا. دونك هنا لازم هذه لازم كاينه اللي يكون مغربيه، ولازم تجبدوها باش تنجموا تثبتوا لا طونسيون فيها. كاينه اللي ما تبغيش تخرج، نوريكم الطريقه كيفاش تنجموا تخرجوها، وراه عندي بليزير فيديو على هذا المشكل تاع لا طونسيون. جيبوا واحد الفيس كما هذا، ديروه هنا فيسيوه مليح وتجبدوا على كما هكذا، دونك هنا كي تجبدو هادي ديرو لاتونسيون في المكان الصحيح نتاع هاد لو رسول فوالا. دونك هنا تحلو شوية لو فيس هذا فوالا فوالا، ونزيرو لو فيس هذا على لا طونسيون بهاد الطريقة. هادي طريقة سهلة باش تنجمو تثبتو لا طونسيون نتاعكم نتاع لا ماشين. من بعد تردوها في المكان الصحيح تاعها كيما هكذا فوالا. نجيو لهنا نزيرو لو فيس هذا فوالا، لا طونسيون تحكم بلاصتها في المكان الصحيح نتاعها كما راكم تشوفوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.